قامت الشركة العامة لكهرباء اللاذقية بتركيب 3 محولات باستطاعة 630 كافئة في حي الزقزقانية في اللاذقية، وذلك لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية نتيجة الحمولات الزائدة. نتيجة طبعا أكيد ظروف الأخوة الوافدين وعدة ظروف متداخلة، صار في عنا ازدياد هائل بالطلب على الطاقة وخاصة في فصل الشتاء. اليوم حاليا عم يتم تركيب 3 محولات كهربائية في منطقة الزقزقانية يعني تلبية للطلب على الطاقة وتلبية الزياد الهائل في الطلب على الطاقة في هذه المنطقة. الشركة العامة للكهرباء محافظة اللاذقية ركبت بخلال خلينا نقول الشهر 12 والشهر الأول، الشهر 12 ركبت 81 محولة في أرجاء اللاذقية محافظة اللاذقية، وحتى تاريخه حتى 17/1/2017 بالشهر الأول صرنا مركبين بحدود 52 محولة مع 3 محولات تبع اليوم. الزقزقانية منطقة غير منظمة عشوائيا، كتلة بناء هائلة، تجمع سكاني كبير، أحمال كهربائية مرعبة للحقيقة. يعني طبعا نحن الزقزقانية عم نعاني من قلة مواقع لمراكز تحويل، ما في مواقع لناخذها لنحط فيها مراكز تحويل لنقدر نحل مشاكل كهربائية اللي عم يعانوا منها أهالينا بالزقزقانية. طبعا اليوم نزلنا على أرض الواقع وحاولنا نحط 3 مراكز تحويل مسبقة الصنع معدنية، طبعا استطاعت كل واحد منها 630 كافئة قادرة أنه تعالج لنا الوضع السيء في منطقة الزقزقانية. وكان حي الزقزقانية قد شهد انقطاعات كهربائية متكررة نتيجة الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية وبسبب ضعف المحولات الكهربائية الموجودة في الحي. هاي خطوة كتير حلوة وخطوة كتير متقدمة ومتميزة، وأكيد رح نحس بالفرق بعد هالمحولات هاي. نتيجة الضغط على شبكة الكهرباء تضل بشكل مستمر يعني تفصل الكهرباء عنا. الشتاء الموسم كان قاسي علينا كثير والكهرباء كانت قطع بشكل مستمر. ويأتي تركيب هذه المحولات في إطار الحد من الأعطال المتكررة نتيجة الأحمال الزائدة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وخاصة في الظروف المناخية القاسية والباردة.